السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح وأجيب على أمر مهم. في أي عمر يعطى الماء للطفل أو للرضيع؟ بداية أعزائي، كما نعلم بأن هذا السؤال يشكل لبسا عند العديد من الأشخاص، فبالتالي كما نعلم أعزائي بأن هذا الأمر يعتبر نوعا ما حساسا ومهم، فبالتالي لا تنصح الصحة العالمية بتناول الرضع للماء قبل سن 6 شهور حتى لو كان الطقس حار جدا. كما أشارت العديد من الدراسات أنه يمكن للرضع تناول الماء بعد إتمام 12 شهرا، فبالتالي أتمنى أن تحرصوا على هذا الأمر، فذلك من خلال دراسات أمريكية وأجنبية ومؤكدة بإذن الله. وإلى اللقاء.